صباح الخير، معاكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأحسن حال. متلازمة تململ الساقين أو عدم ارتياح الساقين. متلازمة تململ الساقين، المصطلحات إيه؟ اسمها بالإنجليزي Restless Leg Syndrome RLS، أو بقى اسمها حاجة تانية RLS / WED، وهي عبارة عن أن الشخص المصاب بهذه المتلازمة بيشعر بالارتعاش وعدم ارتياح في الساقين، وعادة تحدث بعد الذهاب للنوم والراحة، ولأن هذا طبعا قد يؤدي إلى الأرق ويؤثر على النشاط المصاب أثناء اليوم، فبنعتبره اضطراب من أمراض اضطراب النوم. إيه هي بقى متلازمة تململ الساقين؟ متلازمة تململ الساقين أو عدم ارتياح الساقين، وليها أسماء أخرى، زي هي ممكن تكون متلازمة تململ الساقين / مرض ويلس إيكبوم. ممكن تبدأ في أي عمر، لكن بتزيد مع تقدم العمر. بيعاني المصاب بمتلازمة بهذه المتلازمة من إيه؟ من عدم ارتياح في الساقين، وده قد يسبب اضطراب في النوم، لأن بيجي وقت الراحة والنوم، ويؤثر على النشاط اليومي لليوم التالي طبعا. لكن الخبر الحلو إن اتباع أسلوب الحياة الصحي بيساعد على تحسن الوضع، وفي شوية أدوية بتساعد برضو على تحسين الوضع. الأعراض، أعراض المتلازمة، متلازمة تململ الساقين، بيبقى الإنسان عنده رغبة دايما في تحرير الساقين، دوت العرض الرئيسي. والأحاسيس دي تبدأ بعد الراحة، يبدأ الإحساس بعد الاسترخاء والجلوس لفترة طويلة. مثلا لو أنت قاعد في طيارة، في سيارة بتسافر لمدة ساعتين ثلاثة أو أكتر، يبتدي هذا الإحساس بالتململ، وغالبا ما تحدث بالليل لما الواحد يروح ينام، يبقى عنده إحساس كده مش عارف ينام، وعايز إحساس عايز يتحرك، لما يقوم كده يتمشى أو يحرك رجليه يرتاح شوية. تحدث الأعراض بشكل رئيسي إمتى؟ بالليل، وتتنوع الأعراض نفسها عشان المريض يوصفها، ما فيش وصف محدد، لكن ممكن يكون عدم ارتياح، ممكن يكون ألم كهرباء في الساق، وبعض الأحيان الواحد ما بقاش عارف يوصف هذا الإحساس. لكن الشيء المتفق عليه أنه كلهم يقولك إيه؟ أن عندي رغبة في تحريك رجلي. والحاجة التانية اللي بيقولها أنه الأعراض دي ممكن أحيانا تيجي وتختفي وبعدين ترجع تاني. في شوية حقائق كده نحب نقولها عن متلازمة تململ الساقين، يمكن تصنيفها إلى نوعين: أولي وثانوي، يعني من غير سبب، وثانوي نتيجة سبب ما. والعديد من المصابين ممكن معالجة حالتهم في البيت عادي باتباع أسلوب حياة صحي، وغالبا ما تحدث الحالة بسبب خليط من العوامل العقلية والبدنية معا. وحديثا بعض العلماء قالوا إن ليها علاقة بالطفرات الجينية، والنساء أكثر عرضة للتأثر بهذه المتلازمة أثناء الحمل، زي الكلام ده واضح هو في الايه، في الصوره اللي جايبها من موقع اسمه هيلث ديسكفري او هيلث توداي. طب اللي عنده بقى المتلازمه ديت يعمل ايه؟ اللي عنده هذه المتلازمه ماذا يفعل؟ يجب التركيز على معالجه الاعراض. بعض الادويه ممكن تخفف طبعا، اسال الطبيب اللي انت هتروح له ايه الادويه الموجوده عندك في بلدك. التدليك مع وضع كمادات بيساعد، كمادات باردة يساعد في تخفيف أو تحسين الوضع. طبعا الحصول على مزيد من الحديد والمعادن والفيتامينات، يعني ملخصة اتباع أسلوب حياة صحي يساعد في تحسين الوضع. ده كان نبذة سريعة عن متلازمة تململ الساقين أو Restless Leg Syndrome. فياريت تتابعونا، واللي عنده أي سؤال يتفضل يحطه تحت في التعليق، أو يروح الموقع بتاعي arafil.com ويحط السؤال هناك في قسم الاستشارات الطبية. وياريت ما تنسوش تعملوا اشتراك عشان تجيلكوا الفيديوهات أول بأول لو ما كنتوش لسه عملتوا اشتراك، واعملوا لايك وحاولوا تعملوا شير.